للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يغسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرطوم ويل يومئذ مكذبين الذين كذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرطوم ويشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تجري في وجوههم نقوة النعيم يسقون بالرحيق المختوم كتاب مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاج من تسنيم عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يترامزون وإذا منقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لطالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.